السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد. حاليا كنتواجدو خاص لواد طنجة، جينا باش نصور لكم هذا الواد رائع جدا. مدة هذه كننتظروا باش يوصل هذا الواد، وأخيرا وصل الواد. لعليكم واتبعوا الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وساعدونا باش نوصلوا القناة 100K. يلا الاخوة كلشي دير افوني، دير الخير تلقاه. ايوا كما كتشوفوا هذا الواد الرائع جدا ممتع، واد طنجة اخيرا وصل. نتمنى ان شاء الله الاعجاب ديالكم، وعارفين باي نوع عزيز عليكم السيول. وشكرا لكم بزاف على 12K، شكرا لكم. وشكرا كاع الناس اللي كيتابعونا في القناه ديالي احمد بيزلاف بالعربيه، وما تنساو زورونا في القناه الاولى احمد بيزلاف بالفرنسيه. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير هادشي كنتمناو. اذا نزلت الامطار غزيره اليوم والبارح، وفي نفس الوقت الواد وصل. اذا انا رايي هذه هي النتيجه ديال الامطار غزيره اللي نزلت خاص في طنجه. اذا لو كان جات العاصفه رعديه مشهده غيشاهد الواد بزاف. اذا المساحه ديالو كبيره كما كتشوفوا، المساحه ديالو القنطره هي هذه. اذا امطار غزيره باقي مستمره، يقدر على حسب امطار غزيره تكون بعد ساعات، بعد ساعات يقدر تنزل امطار غزيره من جديد. هادشي كنتمنوا، ونحاولوا دائما نشاركوا معكم ما افضل ان شاء الله بحول الله. ايوا السيول كما كتشوفوا، هذا السيول والواد، اللهم بارك. واد طنجة جاب الفيضان خاص من هذا الاتجاه. اذا على حسب الدعم ديال هذا الواد، ماشي بحال واد سوس ولا واد خاص ديال الصحراء المغربيه، الاوديه ديال الصحراء المغربيه عندهم الدعم، عندهم الجبوله، كيجيبوا السيول من الجبوله، عندهم واحد الدعم كبير. هنا انا رايي الواد هنا صغير، وفي نفس الوقت ربما على حسب هذا الواد يقدر يجيب هذا الفيضان غير في هذا الاتجاه، غير في الاتجاه. لو كان عنده بعض الاوديه يقدر غيكون النتيجه ديال هذا الواد اكثر من هكا، يقدر هذا الواد يوصل من لهي حتى لهنا. ولكن على حسب الامطار الغزيره اللي نزلت هي هذه. نتمنى الاعجاب ديالكم، نتمنى الاشتراك، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. والاجواء ممتعه في طنجه، وكما كتشوفوا السماء باقي امطار غزيره شايه في الطريق. باش نكونوا واقعيين، امطار غزيره غادي تجي باقي ان شاء الله بحول الله. شوفوا تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، اللهم بارك. الناس اللي كيعجبهم الوادي اكتشفوه، عزيز عليهم الفيضان. حنا دائما المحتوى ديالنا وخدمتنا هاد السيول، باش نكونوا واقعيين، كل واحد كيخدم شي حاجه اللي كيعرف ليها. ايوا حنا كنعرفوا الفيضان، هم ولك الحمد دائما ناجحين في الفيضان، مالك الحمد. كما كتشوفوا ها، شوف شوفوا تبارك الله، شوفوا القنطره. طنجه عروسة الشمال، ما تخيلوش شحال زوينه طنجه ملي كتكون الشتاء. ملي كتكون الشتاء طنجه كتكون مزيونه، اللهم بارك. شوف تبارك الله، شوف هاي 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 هاي، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. واد طنجة، وفي نفس الوقت على حسب الاحداث اللي دازوا البارح نهضروا عليهم، هذه فرصه باش نهضروا على الاحداث. اذا حدث السير اللي وقعوا خاص البارح، خاص بين الرباط ربما والدار البيضاء، وفي نفس الوقت راكم عارفين كانت واحد العاصفه ديال الرياح، وفي نفس الوقت هما علموكم قال لكم الريح راه غادي يجي ابتداء من الحد، وهاد العاصفة الرملية وهاد الريح سبب العشاش. ومن بعد كاينين بعد الناس سايقين السيارات ديالهم والكاميونات والكار والمسائل، ما مسوقينش، قالك عادي جدا بحال الضبابة. وفي نفس الوقت هذاك العشاش سبب المشكل، وفي نفس الوقت الناس كيشدو طريق طويلة. دائما إلا شديتي مثلا خرجتي من أكادير شاد لوتوروت لمراكش، شحال باش كتمشي؟ كتمشي ب 100 120 130 حتى ل 140، كاين اللي كيوصلها كاع 160. كيقول لك انا لوتوريت هادي راه مخلصين، هاد الشريف راه مخلصين، حنا مخلصين وما ما نمشيوش ب 160. الله يهديكم، ديما نقصوا في السرعه،
راه باش نقصتي في السرعه راك سالب. اذا هاد الناس وقع عليهم هاد العشاش وهاد الريح اللي سبب لهم كارثه من بعد السيارات اللي دخلوا تصدموا بعضياتهم. هو الكار وقف وهما غاديين ربما ب 80 ولا 100 وكيبان لهم ما كيبان لهم والو، كيبان لهم غير العشاش وما يمكنش واحد المساحه تكتشف الكار واقف من بعيد. هذا هو السبب. صدموا بعضياتهم، الكار دخل في الكاميون، الكاميون دخل في الكار، السياره دخلت في الطوموبيل وزيد وزيد شي كيدخل في شي. هذا هو الحدث اللي وقع البارح، خاص في هذه الكارثه اللي وقعت خاص البارح في الطريق، سبب الرياح قوي. اما بالنسبه للفيضان حاليا ما كاين لا حدث لا فيضان لا حتى شي حاجه، الاحداث ديال الفيضان ما كاينينش، ما كاينش واحد العاصفه رعديه قويه بزاف، امطار غزير عادي تبارك الله. كما كتشوفوا معنا، شوفوا الواد، اللهم بارك، هاي هاي، شوفوا هذا هو طنجة. في نفس الوقت الناس هنا سبحان الله ما عندهم سوق تماما في الواد ولا حد كيتفرج فيه. شوفوا تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، اللهم بارك، اي هاي هاي هاي، يا سلام تبرع عليا ودي السي بيزاف تبرع عليا. ايوا نتمنى الاعشاب ديالكم. اذا انا رايي الشتاء باقي غادي تكون، يقدر الشتاء مع المغرب غادي تدخل الشتاء. دير حاليا التوقيت دابا حاليا جوج النهار، وفي نفس الوقت بيزاف نشاف التيتيتا شاف طنجاويه. راسي شوف ها اللي شاف، شوف بزاف الشاف، شوف اوف. بزاف ني غير يشوفوا لي يشوف التيتيس يتحبس النفس ديالو، عنده مشكل، عنده مشكل وعزيز عليه هادشي كيتعطر فيه. دابا يقدر دابا غير بزاف ني يتلقى مع شي تيتيسه واعره تلقى النفس ديالو صافي كيتوقف النفس ديالو وما كيقدرش يهضر، عنده مشكل في الداخل كيتعطر فيه. دابا يشوف شي تيتيسه واعره الكبده ديالو كت ما بقاتش كتحطي كتعمل كما كنقولوا الكبده ديالو كتنفخ ليه ولا كيفاش. المهم هو دابا بزاف لي حبق على التيتيس، بزاف دابا تقول له شنو بغيتي في هذه الحياه، يقول لك التيتيس والفلوس صافي والمتعه، يتمتع هو الفلوس والتيتيس، يلقى بزاف الفلوس والتيتيس صافي، هذاك الشيء اللي بغاه هو، ما كيهمو والو هو الا التيتيس، التيتيسه واعره والفلوس صافي. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير والدعوات ديالكم بالشفاء، الله يعفو عليه مسكين حيت مريض بزاف، راه مريض خصكم تعرفوا بعينه بزاف راه مريض. بزاف مسكين، الدعوات ديالكم الاخوان بالشفاء لبزاف راه مريض، راه بزاف مريض مسكين الله يشافيه، نتمنى ليه الشفاء العاجل. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير، اذا اللي قدرنا عليه راه درناه. غادي نحاولوا نصور لكم واحد الواد اخر باش نصوروا الفيديوهات خاص القناه اخرى، ونتمنى ان شاء الله تزورونا المزيد ديال الجوده والكاليتي خاص في القناه ديالي بالفرنسيه، نفس السميه ديال هذه القناه احمد بيزاف بالفرنسيه، وطلع لكم القناه ديالي. ولا ديروا بيزاف بالفرنسيه وغادي تطلع لكم القناه ديالي الاولى، راه فيها الجوده كنصوروا بالكاليتي بالكاميرا. اذا على حسب كل حاجه حيت راكم عارفين. تحياتي طنجة عروسة الشمال المغرب.